برحب بيكي على موقع موسيقى. الاول كلميني عن تكريم النهارده. تكريم النهارده عن دوري الحاجه لميا في مسلسل زلزال، ويعني دي تاني مره هيئه الاعلام تكرمني. السنه اللي فاتت كان عن فوق السحاب. طيب بمناسبه تكريمك النهارده، كلمينا عن التعامل مع محمد رمضان. ده جميل والله، جميل. مش بقول كده عشان قدام الكاميرا، هو فعلا كل اللي يقرب من محمد يعرف ان هو انسان بسيط جدا جدا، وعشان كده ده سر حب الناس ليه وحب ربنا ليه. اعتقد ان ولا ازكي على الله، هو بني ادم جميل ومحترم، بيحترم شغله وبيحترم الكبار قوي. ما شفتيش يعني قد ايه لقاءه بيا كان اول يوم في الاستوديو كان رائع قد ايه. الحقيقه هو جميل، وانا كنت سعيده جدا معاه ومع المخرج الكبير ابراهيم فخر. اول مره اتعامل معاه، اول مره مع ماجد المصري، ولكن مش اول مره مع سينرجي. السنه اللي فاتت خدت الجايزه عن فوق السحاب مع سينرجي. ايه رايك في الاغاني ولون اغاني محمد رمضان؟ جميلة، يعني ليه لا، يعني لذيذة وبيبسطنا وبيساعدنا. يعني هو مجتهد وعامل شو حلو، زي ما احنا زمان كنا اول ما طلعنا كانت المطرب دايما واقف قدام الميكروفون، واول ما احنا اتنططنا وعملنا قال لك ده هيبوظوا الغنى وهيعمل. هو شكل لطيف، مش بقول انا مطرب، يعني هو بيعمل شو لطيف يعني. اكتر اغنيه عجبتني بصراحه حسين الجسمي، بيقدم حاجات حلوه قوي قوي. شيرين عملت اغاني حلوه، انغام عملت اغاني حلوه، يعني ما اقدرش احصرها في اغنيه واحده، لا في حاجات كتير حلوه. مدحت صالح عمل البوم حلو، يعني في الجديد بحضر اغنيه للسلام ان شاء الله، السلام في العالم كله كده، كنا عربي انجلش ان شاء الله. ان شاء الله